قولي وسلام سوزو واغز دوري فني الترف فني اسمه اسم جن ترف زبي الحقوق اساتيز الشهداء الصلحاء اموات حاضرين اموات صاحب البيت تماما نقمت النظر سلام سوزو واغز بمناسبة رحلة بيمبل جرامي صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك رسوله وأنك محمد عبد الله محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وأديت الذي عليك من الحق وأنك قد عفت بالمؤمنين وغلظت للكافرين وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال اللهم صل على محمد وآله واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك وآته الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعث مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لو وجدوا الله توابا رحيما إلهي فقد آتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي وصل على محمد وآله واغفر حالي يا سيدنا أتوجه بك يا بأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أصبنا بك يا حبيبا
بينهم فما أعظم المصيبة بك حيث انقطعنا الوعي وحيث فقدناك فإنا لله وإنا إليه راجعون يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين هذا يوم وهو يومك وأنا فيه ضيفك وجارك فأزفني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فأزفني وأحسن ضيافتي وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك وبمنزلتهم عنده بما استودعكم من علمه فإنه أكرم الأكرمين صلوات اللهم صل على محمد السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا محمد ابن عبد الله السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وأبدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا من أمتك اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد إمام حسن مجتبى عليه السلام زيارة كي مختصر يسوى بارو سو چندر باشند دوشن بیدا موشود بیر السلام علیکا یبن رسول رب العالمین السلام علیکا یبن امیر المؤمنین السلام يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا صراط الله السلام عليك يا بيان حكم الله السلام عليك يا ناصر دين الله السلام عليك أيها الزقي سيد الزقي السلام عليك أيها البر الوفي السلام عليك أيها القائم الأمين السلام عليك أيها العالم بالتأويل السلام عليك أيها الحادي المهدي
السلام عليك أيها الطاهر الزكيم، السلام عليك أيها التقي النقيب، السلام عليك أيها الحق الحقيق، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا محمد الحسن العلي بن علي حسن بن علي، ورحمة الله وبركاته. صل على محمد وآل محمد وعجل امواتهن مغفرت بابت اعمال قبول سبدن بابت انشاءاللہ ورحمان صالح آئند مدینش کربلہ زیارت نصیب گسن بابت پریو اجمعان بلند صلوات.